السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ شفاك الله وعافاك. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله. والله حضرتك لو أحد الإخوة رأى ميت يعني يعذب في المنام، فإيه الواجب إن هو يتعمل له يعني؟ ولا ممكن تكون من الشيطان، لكن عموما يعمل له أعمال صالحة، تصدق عنه، يحج عنه، يدعو له، استغفر له. طيب